بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو. هناخد من صفحة 169 وده حل لتمارين الدرس الأول اللي هو دير كيلس فورم فا. مكتوب عندنا في التمرين الأولاني شامبيون دو ناتاسيون، يعني بطل في السباحة. Je m'appelle Gabriel Jopère. Je suis champion de natation. يعني أنا بطل في السباحة. Je commence toujours ma journée. أنا ببتدي يومي. À 5h du matin. في الساعة الخامسة صباحا. Je prends mon petit déjeuner. أنا بتناول الفطار بتاعي. Et après. وبعد ذلك. Je commence l'entraînement. أنا ببتدي التدريب. جيسكا ميدي حتى الظهر. لا بريميدي بعد الظهر. لا بريميدي بعد الظهر. جي مونترين انا بتدرب. بتدرب من الساعة 4 من الساعة 8. ابري لونترينمون بعد التدريبات انا بلعب احيانا العاب فيديو مع اصدقائي. الويكوند في عطلة نهاية الاسبوع جي رونتر شيموان. انا بعود عندي برجع يعني. جي ريفوا ما فامي برا عائلتي. ارى عائلتي. اي مي زامي واصدقائي. برفوا احيانا جي في او سينما. انا بذهب الى السينما. مي ولكن جي سوفون دي كومبيتاسيون لو ويكوند. بيبقى عندي منافسات او العاب في عطلة نهاية الاسبوع. فاول سؤال بيسالني بيقول في هذه الوثيقه يصف يومه. مين اللي بيصف يومه؟ ده سباح طبعا اللي هو ناجي. لان سكي ده متزلج. فوتبولي لاعب كرة قدم. انترني يعني مدرب. هنا بقى بيسألني السؤال اللي بعد كده وبيقول لي جابريال كومونس سا جوردي. يعني جابريال بيبتدي يومه الساعة كام؟ احنا قلنا 5 صباحا يبقى 5 شاك جور. كل يوم جابريال بيقضي ساعات الانترينمون في التدريب. طبعا ساعات طويلة بيقضيها في الايه؟ في التدريب. الويكند في عطلة نهاية الأسبوع جابريال بيستمر في التدريب ولا بيشارك في المنافسات أو في المسابقات؟ ويشارك في المسابقات. جابريال فا شي صافامي يذهب عند عائلته. هو قال لي بقى بص معايا كده في الجملة اللي قالها لنا. قال إيه؟ في عطلة نهاية الأسبوع أنا بعود لمنزلي برجع. يبقى كل أسبوع أو مرة أسبوعيا. التدريب اليومي بتاع جابريال ايدي فيزي مقسم الى دو بيريود مرحلتين. هو قال انا ببتدي التدريب لحد الظهر، بعد كده باخد تدريب من 4 ل 8. يبقى الدوف ودو بيريود مرحلتين او فترتين. يعني باخد الاولى هنا عندي في القطعه الثانيه. هنا بنقوله لي فرونسي لوزير، يعني الفرنسيين واوقات فراغيهم. وجوردوي النهارده الفرنسيين عندهم كتير من الوقت الفاضي. تون ليبر اللي هو الوقت الفاضي. كومون لو ايتيليز ايل، كيف هم يستخدمونه؟ ايل سورت، هم يخرجون، هم يذهبون عند اصدقاء. او ريستورون في المطاعم. او سينما او في السينمات. إلا فون تسي دو سبور، يمارسوا أيضا الرياضة. إلزام، هم يحبون بكو مارشير، المشي كثيرا، يحبون كثيرا المشي. فير دو روندوني، التجول. دون ناتير، في الطبيعة. افيك دو كلوب او ان فامي، في مجموعات، مع مجموعات او في عائله، في مع الاسره يعني. اون مارش بارتو، بنمشي في كل مكان. ده منتني على الجبل. وبوردو لامير، على شاطئ البحر. ليزوم، رجال يمارسون ركوب الدراجات والجري. والنساء يفضلن لا جيمناستيك، الرياضة البدنية، إلى دونس والرقص. بوكو دونفون، كثيرا من الأطفال يمارسوا غالبا رياضات أو موسيقى بعد المدرسة. كوند إني سوربا، عندما لا يخرجون الفرنسيين إن فيردو جارديناج، يحبوا أن يعملوا أعمال الحديقة. سيت امبورتون، إنه مهم جدا. دافوار الميزون أجريابل، أن تحصل على منزل مناسب ومريح. فأول سؤال دابريلو دو كومون، سي دو كومون، حسب الوثيقة دي لي فرونسي، الفرنسيين.
سون توجور الكوبي دايما مشغولين ولا بيكرهوا الرياضة ولا عندهم كثير من وقت الفراغ ولا ما بيمارسوش التجول؟ طبعا هو قال لي هم عندهم وقت فراغ كبير كويس بيمارسوا فيه الأنشطة بتاعتهم. بعد كده كونت لفرنسي عندما الفرنسيين سور با ما بيخرجوش، طالما هم مش هيخرجوا في الفرنسيين بيمارسوا الجارديناج، ودي واضحة طبعا عندنا إلزام فير دو جارديناج، بيشتغلوا أعمال الحديقة والحاجات دي. لفام فرنسية النساء الفرنسيات طبعا بتحب الرقص والجيمناستيك، يبقى هنا هندور على فير دو لا جيم، بتمارس الجيم. الفرنسي ايم افوار دي ميزون، يعني الفرنسيين بيحبوا الحصول على منازل طبعا كومفورتابل مريحه، وتعادل كلمه مريحه كلمه اجريابل، لو لاحظ ده ان كومفورتابل غير مريحه، ديزاجريابل غير مناسبه، ديزوردوني غير منظم. بوكو دامي كثيرا من الاصدقاء فون دو سبور بيمارسوا رياضه. توت لا جورنيه طوال النهار، ابري ليكول بعد المدرسه، طبعا بعد المدرسه ابري ليكول، ولا اثناء اليوم الدراسي، ولا افون ليكول قبل الذهاب الى المدرسه. طبعا هو قال كثير من الاطفال يمارسون الرياضه ابري ليكول بعد المدرسه، ده حسب الدوكومون اللي قدامنا القطعه. طيب بعد كده مكتوب عندنا سي لو سبور بريفيري دو فام، طب ايه الرياضه المفضله للنساء؟ طبعا يا جونس دونس باردون دونس او جيمناستيك، طبعا كلمه جوجينج واسكالاد اللي هي تسلق الجبال، سيكليس بالركوب الدراجات. في القطعه اللي بعدها مكتوب سبور بريفيري الرياضه المفضله، انا بيتكلم وفلورونس، فأنا بيقول جي بريفير لو فوتبول، أنا أفضل كرة القدم، بارسكو إلي تري بوبليير، لأنها شعبية جدا، دو بليس فضلا عن ذلك إليا بوكو دو تران، يوجد كثير من الملاعب بورجوير فوتبول لممارسة كرة القدم. سي سبور سي جو، هذه اللعبة تلعب أونتور دو زيكيب بين فريقين. إليا 11 جوير، يوجد 11 لاعب نون شاك إيكيب في كل فريق. سيتان سبور تري فاسيل، إنها رياضة سهلة جدا، أجواء للعب. فينالمون، أخيرا سيتان سبور بور لوكال، إنها رياضة من أجلها الفو أبروندر أسي كونترولي، بتتعلم كيف تتحكم في نفسك، إي إتر باسيون، وأن تكون صبورا. السبور ميدون، رياضة تعطيني إن بون فورما، فورما جيدة، لياقة جيدة يعني. جو بوسيو افواغ دو نوفو زامي، ممكن احصل على اصدقاء جدد من طبعا اللعب معهم. فلورنس بتقول ديبوي مون انفونس، منذ طفولتي جي براتيك لا ناتاسيون، انا امارس السباحة. طبعا كل جملة انا بقراها بستفيد منها، براتيك بيجي بعدها اداة معرفة، فير بيجي بعدها دو طبعا لعبة رياضية، الجملة من فيها هتحول، يبقى كده انا براجع اللي انا خدته في قرايتي للقطع، منزلش بقى اروح اجاوب على الاسئلة مباشرة بدون قراءة متأنية للقطعة واحدة واحدة. هتلاحظوا لو انا الريتم بتاعي سريع وبسرعة وقريت هغلط، لا محالة، لأني بطبيعة الحال ما أدركتش كل خيوط القطعة ومسكتها في إيديا كلها، في حاجات وقعت مني، فليه أسيب حاجة تقع مني؟ أنا عايز أبقى دقيق قوي في القراية وآخد بالي من الحاجات الصغيرة. طبعا أي خطأ تكتبولي في الكومنت على طول هنصححه مع بعض، لأن الخطأ وارد. جو براتيك لا ناتاسيون، انا امارس السباحه دون زون كليب، في نادي بغي دو ما ميزون، قريبا من منزلي، بوي الى بيسين، ثم في حمام السباحه دو مونيكول، في مدرستي الثانويه. جيناج، انا بعوم دو فوا باغ سومين، مرتين اسبوعيا. مون اونترينمون، مدربي اي توجور لو ميم، دايما هو نفسه. مون اونترينمون باردون، تدريبي اي توجور لو ميم، هو دايما نفسه يعني. سيسبور ميرون، هذه الرياضة بتجعلني جوز سعيدة، كار إل في ترافايي، لأنها بتجعلني أعمل، تو بتخلي أنا تشغل كده مقصود بيها، تو لي ميسكال كل العضلة، ميسكال كل العضلة. كون جو سور دو لا بيسين، عندما أخرج من حمام السباحة، جي مي سون ريلاكسا، بشعر إن أنا إيه هادية يعني.
ألم ريفير براتيكي لو فوتبول كار سي تاني سبور فيولون، لأنها رياضة عنيفة، ولا دي رياضة فردية، ولا دي رياضة شعبية، ولا دي رياضة مائية؟ طبعا حتى بدون قطعة هي طبعا رياضة شعبية. هو بيتكلم عن رياضة تري بوبليير، يعني الأكثر شعبية. اون دوا بور فير دو فوت، يجب ان احنا ايه عشان نمارس الرياضة، يجب ان احنا نتعلم ان نتحكم في جيدة في نفسنا جيدا، طبعا دي صحيحة، ولا نشاهد المباراة، ولا نكون ذو عضلات، ولا يجب ان احنا نحصل على اصدقاء جدد. اون دوا هنا يجب ان نتعلم، يجب ان نتعلم، لانه هو قال لي في القطع الفو والفو تعادل اون دوا، يجب الاثنين. لو فوتبول كرة القدم سي جو تلعب 11 جوير، طبعا ب 11 لاعب. طب هنا مفيش 11، بس هنا اونتر دو زيكيب ما بين فريقين، فدي هختار فلورنس ناجيس، طبعا بتكون سباحة. هنا باسكتيز لاعبة باسكت، دي طبعا فوتبوليز لاعبة كرة قدم، دي اونترنيز مدربة، فانا اخترت ناجيس. فلورنس براتيك سون سبور بريفيري دوبوي، هي بتمارس رياضتها منذ طبعا سنوات كتيرة، يبقى بلوزيوغ اني، لانها قالت منذ طفولتها، وهي الان في المرحله الثانويه، لانها قالت انا بروح المدرسه الثانوي امارس في حمام السباحه بتاع المدرسه. طيب لا ناتاسيون، السباحه تجعل فلورنس سعيده، لان تدريبها هو نفسه، ولانها بتشغل كل العضلات، ولا لانها رياضه شعبيه، ولا لانها بتخرج من البسين. طبعا هي قالت لنا هنا عندنا هنا بتشغل كل العضلات بتاعتي، فهنقوله قالت غبائية، لانها تجعلها تشغل كل العضلات. دي بالنسبة لناتاسيون. طبعا مجموعة من القطع المميزة، ويا ريت زي ما قلنا دايما نقرا بعناية وبالراحة عشان نبقى واخدين بالنا. جو سوي زون فورما، يعني انا في الفورما، يعني في كامل لياقتي، يعني عامل فورما، عامل شكل كويس. ريستي توت لا جورني ديفون لا تيلي او لوردوناتور، البقاء طوال النهار امام التلفزيون او الكمبيوتر سيني با بون بور لا سونتي، انه ليس جيد للصحه. او موا على الاقل 30 مينيت، 30 دقيقه دي سبور، من الرياضه برجور يوميا، سي بيان، انها جيده. الي اولوسي أبيه، اذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام، أو أفيلو، أو على الدراجة، كان سي بوسيبل، كلما أمكن هذا. مارشي شاك جور، امشي كل يوم، أو المشي كل يوم. برمي بيسمح، دوني با جروسير، إن أنت ما تسمنش، ما تتخنش، يعني جروسير يعني يتخن أو يسمن. براتيكي ممارسة الرياضة، إي دا سي سونتي بيان، بتساعدنا بالاحساس باحساس جيد، يعني نحن بنحس ان احنا كويسين. اون بليس، فضلا عن ذلك، اون بو افوار دو نوفو زامي، ممكن نحصل على اصدقاء جدد جدد. شاك سبور، كل رياضه سيز افونتاج بار اكزومبل، لها مزاياها على سبيل المثال، يبقى كلمه افونتاج يعني مزايا. بور ليسبيغي دو كيب، لروح الفريق. On peut pratiquer ce sport، يعني عشان يبقى عندنا روح الفريق، مارس رياضات جماعية، ركبي، فوتبول، باسكت، إلى آخره. بورسي ريلاكسي، عشان نهدى، مارس اليوغا، الدانس. C'est important d'avoir du plaisir، يعني من المهم أن تحصل على السعادة، المتعة. Quand on pratique un sport، عندما نمارس رياضة. Si vous n'aimez pas la كومبيتاسيون، لو انت بتحبش المنافسة، فو بوفي اليغ على بيسين، تستطيع الذهاب الى حمام السباحة، فير دو سكات او ممارسة السكات، تزلج يعني، بروندر دو فيلو، ان انت تاخد العجلة للذهاب عند اصدقائك، ماتر فو باسكي، ارتداء حذائك الرياضي لكي تجري، ممارسة مباراة لكرة القدم او الركبي او التنس. يعني في كل القطعة هو بينصحنا بممارسة الرياضة، وبيدينا الأفونتاج، المزايا بتاعت ممارسة الرياضة. طيب سي دو كومون نو كونسيدو، يعني هذه الوثيقة تنصحنا به.
فيها دي سبور ممارسة رياضة، مش التصفح على النت ولا مشاهدة تلفزيون كتير ولا قضاء أوقات فراغنا في النت. هي بتقول سي امبورتون كون اون براتيك ان سبور، من المهم أن نتسلى ولا نبقى أمام التلفزيون ولا نذهب إلى النادي ولا نأخذ عصير. طبعا نستمتع، نستمتع نتسلى، ساميزو يعني المتعة، إن نتسلى بطريقة ممتعة. سي دو كومو انديك، هذه الوثيقة دو شاك سبور بتشير إلى مزايا، قالت لنا مزايا للحاجات للألعاب الرياضية. المعدات بتاعتها لم تذكرها، ازاي المكان طبعا لتوش قوي، لكن هي اتكلمت عن ليزافونتاج المزايا. سيلو لو دو كومو، حسب الوثيقه الفو فيغ دو سبور، يجب ان تمارس الرياضه اوموا على الاقل يوميا. فهو قال لي هنا 30 دقيقه على الاقل، اوموا 30 مينوت. 30 مينوت تعادل كلمه ديمي اغ يعني نصف ساعه، ان ديمي اغ يعني نصف ساعه، طبعا دي ساعه ساعتين، ان كار دور يعني ربع ساعه. في الجملة اللي بعدها بيقول تاني سبور دو كيوب، انها رياضة جماعية، يوجا ولا دانس ولا ناتاسيو ولا روجبي. طبعا دي رياضة فرق جماعية يبقى روجبي، لان اليوجا والدانس والناتاسيو دول رياضات فردية، اليوجا والرقص والسباحة. اون براتيك بور سي ريلاكسو، طبعا بنمارس ايه عشان نعمل ريلاكسي، ريلاكسي يعني نهدى، بنمارس اليوجا طبيعي. تعالوا نشوف قطع الأزهر عندنا، طبعا قطع الأزهر بتتميز بسؤال صح وغلط وسؤال اختياري. هنشوفه عندنا هنا دلوقتي، كامي اي ناديا سانتو كلوب، يعني كامي وناديا بيكونوا في النادي، فكامي بتقول دون سو كلوب، في هذا النادي اليا بوكو دو سبور، يوجد العاب رياضيه كثيره، اكوا اون بو جوي، باي شيء نلعب. فقالت لها يعني هنلعب ايه يعني؟ قالت لها نلعب سويا تنس. ناديا قالت لها نو جو بريفير ان جودو كيب، انا بحب امارس لعبه كده ايه بتاعت فرق، يعني لعبه جماعيه. الور كوم كوا، زي ايه؟ قالت لها لو فولي بار اكزومبل، يعني الفولي بار اكزومبل اللي هي كره الايه طايره على سبيل المثال. قالت لها داكور الو فوار لونترونير دو فولي، يلا نروح نشوف ايه مدرب الفولي. قطعه لذيذه وسهله، مع ان يعني قطع الازهر بتيجي ما شاء الله عليها يعني قطعه تقيله شويه. تعالوا نكمله على نشوف الصح والغلط. كمين ونادي هيلعبوا تنس، طبعا خطا ان هم قرروا ان هم يلعبوا فولي. في النادي نستطيع ممارسه كثيرة من الالعاب الرياضيه، دي صحيحه طبعا. كمين بتحب الالعاب الجماعيه، فده صحيح طبعا، لان هي بتقول انا بحب العاب الفرق. لو دو في البنتين سون داكور بور جوي فولي، يعني متفقين لممارسة، تمام هم اتفقوا يعني في الاخر. لو دو في سون لا ميزون، هم بيكونوا في المنزل، دي خاطئة طبعا. الجملة اللي بعدها طبعا بتقول لنا ان نادية اقترحت على كامي ممارسة الهاند، ما ذكرش الموضوع ده خالص عندنا في الجملة، دي خاطئة. في القطعة اللي بعدها وحنتناولها مع بعض، بتقول كال سبور فوزيمي، طبعا في البعض بيطلب الكتب يعني بصيغة البي دي اف. الكتب اذا كانت متوفرة بصيغة البي دي اف فهتخشوا تحت في صندوق الوصف تحت عندنا في الفيديو، هتلاقوا جروب التليجرام وجروب الواتس، وفي جروب كمان الفيس اللي هو المجموعة بتاعت مسيو محمد. الثلاث حاجات دول هنشترك فيهم، هتلاقوا فيهم كل ما هو جديد، اي كتب نازله جديد بي دي اف، اي تلخيص لاي مواد، بالاضافه كمان ان احنا بندي بعض الواجبات عندنا على اساس لو حد معانا حابب يزود تمارين. طبعا في محتوى خاص، واحنا قلنا المحتوى الخاص ده احنا بنشتغل من كتاب معين بنظام معين بتدريبات معينه، ده اللي حابب يشتغل معانا اونلاين. وطبعا بنرحب اي فكره واي سؤال منكم باذن الله. ايه الرياضه اللي انت بتحبها؟ اقرا هذه المقتطفات من منتدى على النت لتلاميذ لمدرسه ثانوي في مرسى.
خد بالك ان القطع دي من القطع المهمة جدا واللي جات في امتحان السنة اللي فاتت، القطعة شبيهة بنفس القطعة. ادلين بتقول جادور جوي التنس، انا بعشق لعب التنس. شاك جور كل يوم جي باس اينور، انا بقضي ساعة ابريلي كل بعد المدرسة امونتريني في التدرب وكلوب في النادي. روجر فير تريت اي مون تنس ما بريفري، يعني روجر ده بيكون لاعب التنس المفضل بتاعي. جميل جدا. انا فرانسوا بيقول موا، انا بقى جي في دو لا ناتاسيون، انا بمارس السباحه، جي ناج او موا تروا فوا باغ سومين، انا بعوم على الاقل 3 مرات اسبوعيا في حمام السباحه بتاع النادي. اما كامي بتقول جام فوت لو فوت، انا بحب كرة القدم، ممسي جينيلو براتيك بادي تو، بالرغم ممسي يعني بالرغم من ان انا ما بمارسهاش اطلاق. سيمون فرير انه اخي كيلو براتيك اللي بيمارسها سان جور بارسومين 5 ايام اسبوعي. اما بالنسبة لبولين بتقول موا جينيم بادي تو لو فوتبول، انا ما بحبش اطلاقا كرة القدم، بندولي فاكانس اثناء الاجازة كل خميس وجيفي كلوب بوغ ميزامي، انا بروح النادي لرؤية اصدقائي. طيب ليزيلي بار للتلاميذ بيتحدثوا عن العاب رياضية، عن الرياضة عامة، مش الاجازة، مش لسي مدرسة ثانوي، مش المهن. طيب هنا مين بيلعب كرة قدم؟ طب اتفقنا على طول اخو مين؟ اخو كامي. فهدور بقى على اخو كامي، لفريدو كامي هو هختارها على طول. ادلين باس الانترينمون، يعني ادلين كام ساعة بقى؟ ها؟ فهي هنا بنقوله جي باس انير ابريلي كول الانترينمون، يبقى ساعة واحدة بس انير. روجر ده ايه؟ فاحنا قلنا ده تنس مان، لاعب تنس يعني عندنا جوار دو تنس اللي هي نمرة سي داكو عندنا. فرانسوا ايه بقى؟ فرانسوا بيحب، اتفقنا ان فرانسوا بيحب ناتاسيون اللي هي السباحة، ان هو فير دو لا ناتاسيون. بندولي فاكونس اثناء الاجازة، بولين فا كلوب، يعني بولين بتذهب الى النادي ده اثناء الاجازه، بولين بتروح النادي. فهي قالت لنا شاك جودي كل يوم خميس، يبقى ان سولفوا مره واحده بس، فبتروح شاك سومين يعني كل اسبوع، فبتروح كل خميس، معناها انها بتروح كل اسبوع لان هي حددت يوم واحد واشتغلت عليه. هنا عندنا طبعا مكتوب اسئله المواقف، طبعا بور دي موندي افوتر كاميرات، لتسال صديقك عن رياضته المفضله، كاسكو فو دي، ماذا تقول؟ هقول له ماذا تحب ان تمارس كرياضه، دي جمله صحيحه، ولا هقول له صديقك بيمارس رياضه، اي رياض كالي سون مارياتو سون دي، ولا انت بتمارس رياضتك المفضله فين؟ متى؟ كون يعني متى؟ طبعا انا بستوعب كويس كل الجمله وبشتغل عليها عشان برضو اقراهم الاربعه، يبقى احنا خدنا الاولانيه. في الجملة رقم 2 فوتر كوبان صديق فوديو موند بيسألك عن المعدات المطلوبة للاعب التنس، فأكيد طبعا هقول له يجب أن تلعب التنس عشان تكون في الفورمة، ولا يجب أن تكون في الميعاد على الكور الملعب نفسه، ولا عايزين بال كرة، أيوه هي دي اللي أنا هختارها اللي هي بال كرة ومضربين. في الجملة اللي بعدها مكتوب بور دي موندي افوتر امي، عشان تسأل صديقك عن سوني كي بريفري، عن فريقه المفضل، كيسكو فوديت ماذا تقول؟ فهتقول له كيلي لو كي بريفري دو تون بير، ما فريق المفضل لوالده، ولا تي انكوراج كي لو كيب، انت بتشجع اي فريق، ودي صحيحه طبعا، ولا صديقك بيشجع اي فريق، ولا لماذا انت تحب ان تشجع هذه الفرقه؟ فوتر امي فوديمون صديقك بيسألك لو روجبي سيكوا، روجبي هو ايه؟ كيسكو فوديت ماذا تقول؟ بتقول دي رياضة بتلعب باليد والقدم، ودي اجابة صحيحة ليها، ولا دي رياضة بتلعب بشبكة طبعا، ولا الروجبي ده هوايتي، ولا احنا بنلعب روجبي في الايتازوني اللي هي الولايات المتحدة. فوتر امي صديقك فوديمون بيسألك، صديقك بيسألك، فبيسألك بيقول لك كيسكو تو مي، كيسكو تو مي بور فير دو جودو، ماذا ترتدي لتمارس الجودو؟ طبعا الالعاب القتاليه على طول بقول كيمونو، اون مي ان كيمونو،
ماشي. لكن هنا خلي بالك، انا اضع الكيمونو في شنطتي الرياضية، مش دي اجابة، مش دي الاجابة اللي انا اقبلها يعني، ماشي. لان دي هقول لك ماذا تضع في شنطتك الرياضية، لكن ماذا ترتدي هقول لك اون مي اون كيمونو. والجودو طبعا رياضة عنيفة طبعا، مش هختار. فوترا مي صديقك فوديموند بيسألك عن فوتر سوي، وسوي يعني أمنية، أمنيتك هي إيه؟ فأنت طبعا تقول له إن أنا أرتب أغراضي، ولا بتقول والدي بيساعدني في تحقيق أحلامي، ولا أنا سوف أتدرب في الاستاد، ولا أكون لاعب كرة قدم كبير. دي أمنيتي فعلا. أتران جران فوتبولير كوم مثلا، مو صلاح، زي مو صلاح مثلا، يبقى دي أمنية من أمنياتي. وأنتوا عارفين دي أمنية الشعب المصري كله دلوقتي، لأنها أمنية بتدر أموال كتير. بوردي موندي أن جواي دو نومب دو جواي دو سون أنترينمون، يعني أنت بتسأل لاعب عن عدد دو جور، أنا قريتها غلط، لو نومب دو جور يعني عدد الأيام بتاع تدريبه، فبتقول له كومبيان دو جور اليا دون لا سومان، يعني كم يوم بيوجد في الأسبوع، ولا بتقول له كومبيان دو فوا تونترين بار سومان، يعني كم مرة تتدرب أسبوعيا، ولا إيه الأيام اللي أنت بتحب إن أنت تتدرب فيها، ولا إيه الأيام اللي هو بيذهب إلى التدريب. طبعا هي كم مرة عدد الأيام، عدد أيام تدريبه، فبتقول له أي أيام تحب أن تتدرب، فهو هيقول لك الخميس والجمعة مثلا، ما قالكش العدد، فهي كومبيان دو فوا كم مرة تتدرب أسبوعيا، فهيقول لك الأيام أو تروا فوا، يبقى هو بيروح 3 أيام أو 4 أيام وهكذا. فوتر أمي صديقة فوديو موند بيسألك لكي بونس السيرف بور فير دو سيرف، عن المعدات الرئيسية لممارسة السيرف اللي هي تزلج على الماء عندنا، فبيقول لك طبعا دو كوا اون بوزوان، يعني ايه اللي احنا محتاجينه بور براتيكي، بور براتيكي دو سيرف. طبعا تاخد بالك من دو كوا مع افوار بزوان، ودي مهمة جدا. هنا في الموقف هنا بيقولوا فوتر سير، اختك اريف توجور ان ريتارد، تصل دائما متاخره الانترينمون للتدريب. فانت بتقول التدريب سوف يبدا، اختي بتصل دائما متاخره، ولا بتقول هي بتصل دائما في الميعاد، ولا هي بطله التاخير. هنا اختك طبعا، مش اختي انا، اختك فوتر سير. فالي لا شامبيون دو ريتارد، يعني هي بطله التاخير. الجملة اللي بعدها فو دي موندي لا ناتير دو ترافاي دو لاربيتر، يعني أنت تسأل عن طبيعة عمل الحكم. طبيعة عمل الحكم يعني هو بيعمل إيه؟ فبتقول كاس كيل في لاربيتر، ماذا هو يعمل الحكم، ولا مين الحكم المباراة، ولا إيه لون زي الحكم، ولا من يساعد الحكم في إدارة المباراة. يبقى هنا كاس كيل في ماذا يفعل الحكم. في الجملة اللي بعدها بتقول فوترا مي صديقك فودي موندي بيسألك سي كون اوتيليز، ماذا نستخدم بورفير دو لاسكالات، لممارسة الاسكالات. كاسك فوديت، ماذا تقول؟ احنا بنمارس ايه اسكالات يا جماعة؟ اسكالات يبقى انا عايز كورد، حبل على طول، مش هاخد بلانش اللي هو لوح للتزلج، مش هاخد فولون، ولو احنا قلنا كرة الريشة او كرة السرعة، بالون طبعا الكرة الكبيرة اللي بلعب بيها كرة القدم والركبي والباسكت والحاجات دي. فوتر امي صديقك فو ديموندي بيسألك سي كون اوتيليز بور جوير على بيتونك، ماذا نستخدم لممارسة الكرة الحديدية. طبعا فار، فار دور على كلمة فار، يبقى بول دو فار، بول دو فار اللي هي الكور الحديدية، مش هستخدم حبل طبعا، ولا انا بحب العب البيتونك، ولا جي في فوز ابروندر كومون جوي على بيتونك، انا هعلمكم ازاي تمارسوا البيتونك. فوز انكوريجي، انت بتشجع فريقك المفضل، كيسك فوديت ماذا تقول؟ فبتقول مرر بسرعه الكره، انا بشجع فريقي القومي. لانس لو بالون صلاح، ارمي الكره لصلاح. نوتر كيب ايت فورم، فريقنا في الفورم. فبيقول لي انت بتشجع فريقك، فهقول له مرر الكره سريعا، ولا انا بشجع الفريق القومي، ولا ارمي الكره الى صلاح، ولا نوتر كيب ايت ان فورم، فريقنا في الفورم. طبعا هنا الجمله واضحه قوي، لونس لو بالون صلاح، مرق الكره صلاح، ها
شجع فريق، فبقول له مرر الكرة لزميلك التاني، ده كنوع من انواع ان انا دايما مدخل ناسي في المباراة. طبعا هنا مرر الكرة سريعا بس ليا، انا مش لاعب، انا مشجع، انا سبورتير. طيب فوترا مي صديقك فودي موندي بيسألك كو لوبجي الفو فيغ دو بادمنتون، ايه الحاجة اللي انت عايزها عشان تمارس البادمنتون؟ طبعا البادمنتون ادور على كلمة فولون على طول. انا عارف ان البادمنتون هي كرة الريشة او كرة السرعة وبتلعب بالفيلون ومعاها شبكة كمان. فو ديموندي افوتر امي، يعني انت بتسأل صديقك دون كال سبور الفو ايه الرياضة اللي يلزم فيها شبكة؟ فهتقول ايه؟ تنس، اه فولي بول، ماشي داكور. الجودو والكاراتيه، لا الفوتبول طبعا، الرجبي لا، السيرف والكيت سيرف دي العاب مائية لا. تزلج داكور. فوز احنا قلنا السيرف والكيت سيرف داكور. فوز اكسبليكي افوتر بيتو فرير لا ناتير دو ترافاي دو لاربيتر، انت بتصف او بتدي معلومات، يعني تشرح لاخوك عن طبيعه عمل الحكم، فبتقول له الحكم ده بيدير المباراه، يبقى ايه الدريج للماتش؟ هو يدير المباراه طبعا، مش بيعمل منافسات ولا بيشجع فريق ولا بيدرب اللعيبه، انا بتكلم على الاربيتر وليس الانترنيه المدرب. الرافتنج هو ايه؟ ده حد بيسالني، صديق بيسالني، بقول له الرافتنج ده هو ايه؟ فاقول له دي رياضه بتمارس على الماء، ودي صحيحة طبعا الأولانية، ولا دي رياضة بتمارس بحذاء رياضي، ولا دي رياضة بتمارس في صالة الألعاب، ولا إنها رياضة تلعب باليد. هنا بنقوله فوترامي اي على بورت دو تاميزون، يعني صديقك على باب منزلك. كيسكو فولوي ديت، بتقول له ايه؟ المحطة، جوجار ما فواتير، باردون جوجار ما فواتير دي فولا ميزون، انا هركن السياره امام المنزل، انا هعزل في منزل جديد، انتظر انا جاي، انا بسكن في منزل كبير طبعا، اتون جاري، انتظر انا جاي. فو دي موندي ان كوبان، انت بتسال صديق اكوا اون سير لو فولون، بما نستخدم كره الريشه السريعه دي في ممارسه البادمنتون؟ طبعا طبعا دي اسئله يعني جاوبنا عليها قبل كده، فبالنسبه لنا بتبقى سهله. هناخد الجزء ده، وده جزء مهم جدا يعني، مشكورا كتاب برافو عامله بطريقه منظمه كويسه. الفي تي تي سكوا، ايه هو الفي تي تي؟ فاحنا قلنا طبعا ان هو سباق للفيلو للدرجه. طيب بعد كده بيسالني، وده كان في 23، بيقول لي كالي سونجو سبورتيف، يعني صديق انت بتسال صديقك عن ميلو الرياضي، فماذا هو يقول؟ ميل رياضي، طبعا هيقولي الاكيتاسيون الفروسيه بتكون هوايتي، لانه اتكلم هنا عن ميل رياضي. خلي بالك هنا، هنا انا بكره، هنا ده مرعب طبعا، هنا انا بعشق العاب الفيديو، دي العاب اجتماعيه وليست رياضيه. فودي موندي افوتر بير، انت بتسال والدك ايه اللي احنا محتاجينه لممارسه السيكليزم، فاكيد انا هحتاج دراجه، مش حصان، مش مايو، مش كره صغيره. فو فوزن فورمان، انت بتستعلم سيغ لو دوبو دان ماتش عن بداية المباراة، فبتقول طبعا في أي ساعة تبدأ المباراة؟ أكولوغ كومونس لو ماتش. فو فوزن فورمان، انت بتستعلم عن مكان الاستاد، فبتقول أين يوجد الاستاد؟ اللي بعدها بتتحدث إلى صديقك عن رياضتك المفضلة، فبتقول له طبعا أنا بعشق تيرا لارك، أو بفضل تيرا لارك. فير دي كورس يا جماعه يتسوق، فير لا كويزين يطبخ، فدي مش رياضات طبعا. فو فو زانفورمي، انت بتستعلم سيغ لو ليو دو لونترينمون عن مكان التدريب دو فوتر كوبان لصديقك، كيسكو فوديت، ماذا تقول؟ فبتقول له اين تمارس رياضتك المفضله؟ طبعا احنا بنقول اهو، بنكرر، انت كطالب عايز حصيله لغويه قويه، لابد تقرا الجمل دي كلها وتترجمها، واي كلمه قدامك تكون عارف ترجمتها كويس قوي. وباذن الله احنا معاكم، بس مزيدا من دعم القناه ليكم، مزيدا من التعليقات اللي بتعرفنا بالظبط ايه الحته اللي احنا المفروض نشرح فيها اقوى شويه، بالاضافه ان احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل شرح، وده ممكن هنعمله يمكن سيلو بريمير، دي اول سنه هعمل الموضوع ده، انا كنت دايما حاطه في الخاص، يعني ما بعملوش الا في المحتوى الخاص بس، ولكن ممكن نعمله مع بعض السنه دي، ان احنا نشرح المنهج فاس اون فاس
يعني وجه لوجه على سبورة بلون بيضة أو سبورة تفاعلية على حسب من نقدر نعمل الموضوع ده. أنا مي صديق فودي موند بيسألك سكو لونترينو في، ماذا يفعل المدرب؟ فأكيد أنت بتقول له بيدرب اللعيبة. فودي موند يا فوتر مي، أنت بتسأل صديقك كالسبور في أي رياضة هو يمارس، ويقول لك أنا بمارس الإيه؟ السباحة. طبعا دي معناها يتسوق، دي معناها بيعمل واجب، دي معناها يتنزه بيعمل نزهه يعني. انا مي صديق فودي موندي بيسالك سكول فو بور فير دو تنس، يعني ماذا يلزم لممارسه التنس؟ كاسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ تنس يبقى انا عايز راكت وعايز بال. فوتر مي صديق فودي موندي بيسالك دو كوا فو زافي بيزوان، يعني اي شيء تحتاج بور فير دو لاسكالاد، لممارسه الاسكالاد اخترنا كورد طبعا حب. فودي موندي انت تسال صديق عن رايه عن التنس، فماذا انت تقول؟ فبتقول له كيف تجد التنس، لان السؤال عن الراي مهم وهتاخده في الدرس الثالث بقوه عندنا سؤال. فوز اكسبليكي، انت تشرح افوتر مي لصديقك كيف تذهب الى ساحه التزلج، فبتقول له كيف يذهب هو الى ساحه التزلج، فبتقول له ترافيرس لو بون، عبر الكوبري، اي تورنا دروات، واستاد اليمين. مش هتقول له انه مكان انا بمارس فيه الباتانا جلاس، ولا انا بحب الذهاب، ولا يوم الجمعه انا بروح الباتانا. في السؤال اللي بعده بيقول لي تابي تو تسور، اختي الصغيره، تي دي موند، بتسالك او بي تون براتيكير لو تير لارك، اين نمارس لو تير لارك؟ والسؤال ده جه العام الماضي في الازهر، وكان سؤال عليه خلاف شويه، واحنا قلنا سيغ لو انترا على ارض الملعب. تون فرير، اخوك، سانفورم سيغ لو زوبجي نيسيسير بور جوار فولي، بيستعلم عن الاشياء الضروريه لممارسه الفولي. احنا عارفين الفولي هو الكره الطائره، فانا بستخدم فيه كره كبيره شويه وشبك. توم كوبان، صديقك، ني باس بالو بالو، ما بيمررش الكره بين دولي ماتش اثناء المباراه، فهو في الحاله دي اناني، مش اجتماعي طبعا، ولا بيلعب كويس، ولا عنده روح الفريده، هو اناني، لا يمرر الكره فهو اناني. تي دي موندا تون امي، انا مي، انت بتسال صديق عن مكان السباق، فبتقول له اين ننظم الماراثون، ولا جي في لي كورس ان لاين، انا بتسوق على النت، ولا اون فافير لا كورس على كومباني، احنا هنعمل الكورس في الريف، ولا الكورس هيبتدي ساعه. طبعا انت بتسال هو بيقول، ففي الحاله دي اجابه، فهيقول اون فا، اون فا، احنا هننظم السباق في الريف طبعا، لان انا بسأل هنا عن المكان. طبعا بكده خدنا الجزء الخاص بالدوكومون، الوثائق، وخدنا الجزء الخاص بالمواقف برضو. هنكمل مع بعض الجزء الخاص بالقواعد بإذن الله الحلقة القادمة. ما تنسوش دعمنا بإذن الله في القناة. أوروفار، وشوفكم الحلقة الجاية.